يلا هنايا واحد وهنايا واحد هنا عشرة سارة الشمري مرحب حبيبي أول مرحبا جوري أول لا أكو قبل ثاني أنت وردة النرجس وعليكم السلام حبيبي كل الهلا بيكم كل الهلا عمار حبيبتي سارة مساء الخير والعافية عليكم متابعينا متابعين صياغة جودي اليوم بث سوينا لكم حتى نعرض لكم القطع اللي وصلت جديد بس أريدكم تسوون لنا مشاركات وتساعدونا البث بس عايز البث شوية هم يلا ماجد حميد ذكرنا اسمك عين اليوم فاطمة موجودة اي يلا خاطر عاد دز البيت شي شارك وعليكم السلام ابو باقر يلا سوونا مشاركات اكثر مساء الخيرات عيني ليش ما تذكرون اسمي ماجد حميد ليش مرتين هاي ذكرنا اسم سوينا مشاركات اكثر يلا وعليكم السلام حبيبي زهور ربيع شلونكم زينين شلون شتي شغدي نذكركم بالعناوين قبل لا نبدي نعرض لكم الفرع الاول بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم اسعار الذهب حاليا 375 الف نبيع و365 نشتري القلاده مليارات اللي لابستها ايش قد سعرها حبيبي سعرها الورقه وينها ما نفسها ما تقبل تطلع الا ما يساعدهم خاف هناك لا لا جبتها سوينا مشاركات اكثر بس شوفي ايش قد وزنها وزنها 76 غرام و40 6 ملايين الورقة خير ان شاء الله القلادة 76 غرام و40 ملغرام سعرها 6 ملايين و310 6 ملايين و310 اللي سألوا على القلادة مليارات البتوت اللي بيت هاي حلوة كلش بيش حلوة كلش بيش سوينا مشاركات أكثر حتى نعرض لكم القطع اللي إحنا لابسيها كلها هذه البتوت 3 كلار شوفوهم شوفوا نزاكتكم نزاكتكم نزاكتهم هم ناسكين يا هذول البتوت وزنهم 73 غرام و280 سعرهم 6 ملايين و85 ألف 6 ملايين و85 ألف كلش حلوات 3 كلار عاشت ايدكم بس ساعدونا يا اكثر احنا نطمع بالكرم مالتكم اي نبلش اليوم المثقال ب 375 نبيع نشتري ب 360
تعودوا. يلا هسه نبدي نعرض لكم القطع اللي احنا لابسيها. نرجع اعيد لكم القلادم والليرات، شوفوا ليها ايش قد حلوه، وتقدرون تتحكمون بالطول مالتها. طبعا هذه وزنها 76 غرام و40 ملي غرام، سعرها 6 ملايين و310، 6 ملايين و310. شوفوا جمالها، الليرات طبعا انا اليوم كل الليرات لابست لكم. شوفوا لي هذه الليرات الكلبشات، كلبشه ليرات كلش حلوه، شوفوها. باعهم باعوا النزلات مالتها كلش حلوة وفخمات، يعني هواي عليهم طلب، فرجعنا كررنا الموديل. وطبعا ما موجود هذا الموديل بأي مكان، فقط بصياغة جودي. هذولي اثنيناتهم وزنهم 48 غرام و400 ملي غرام، 48 غرام سعرهم 4 ملايين و20 ألف، 4 ملايين و20 ألف كلش حلوات. غيار 21 مستورد. هذا المحبس الليرة طبعا اليوم اذكركم لابسة كل الليرات، قلادة وكلبشات ومحبس، باعوا ليا يجنن. اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين. وزنه 6 غرامات و450، 6 غرامات و450، سعره 535، 535. اليوم ايش قد المثقال هو والصياغه؟ المثقال اليوم 375 ويا الصياغه يصير 415. شوفوا لي هذا ما شاء الله، هو صدق ما شاء الله على جماله، يجنن، هوايه عليه طلب، باعوه لان فخم كلش ووزنه مناسب. شوفوا لي خذوا لي سكرين. عيار 21 المثقال حاليا 375، وزنه هذا 11 غرام و970، 11 غرام و970 سعره 995، 995. وهذول اخيرا البتوت 3 كلار عيار 21، هذولي وزنهم 73 غرام و280، سعرهم 6 ملايين و85 ألف، 6 ملايين و85 ألف. يوفق الجميع إن شاء الله. زهرة تميمي حياتي، زين أبلش ويا القطع اللي لابستهم أني. نبلش ويا التراشي. ذولي طبعا ذولي مستحيل موديلهم ينتهي، الحلق كلش حلو. وزنهم 6 غرامات و430، وزنهم جدا مناسب، 6 غرامات و430 سعرهم 530 ألف فقط، 530 ألف فقط. رباط شوفوا وزنه 98 غرام و340، 98 غرام و340 سعره 8 ملايين و160 ألف، 8 ملايين و160 ألف. زين شوفوا هذا الشباحين كلش ناسكة، وزنها 26 غرام و850، 26 غرام و850 سعرها مليونين و230، مليونين و230. الخاتم كلش حلو، وزنه 5 غرامات و880، 5 غرامات و880 سعرها 490، 490.
زين. للي يسألون على الذهب عراقي لو خليجي، طبعا احنا ما نتعامل بالعراقي، فقط نشتري، والذهب داخل المحل كله مستورد خليجي وتركي وإيطالي، عيار 21. بس القلادة اللي لابستها مشال حبيبي، القلادة سعرها 6,310,000، 6,310,000. التوصيل للمحافظات 15 وداخل بغداد 10. لا تقول بنية راويني كارتيرات، طبعا اليوم اغلب البضاعة كارتيرات. اليوم حضرنا لكم كارتيرات كل الاوزان، شوفوا لي ايش التراشي حلوات. التراشي وزنهم 6 غرامات و430، 6 غرامات و430، وسعرهم 530,000، 530,000 فقط. باعوا لي ذولي اساور كارتير اوزان مختلفة الانستغرام، باعوا اي هسه بس خلي ياخذون سكرين، باعوا لي اياهم جهة ستراس وجهة فيرزاتشي، باعوا كلش حلو هذا الموديل، باعوا واكل انعم همينة. الغرام 75,000، شوفوا لي هذا، نشوف لكم اياه، شوفوا من الجهتين. هذا وزنه 25 غرام، 25 غرام و 540، سعره 1,120,000، 1,120,000. كوار وغلادة كارتير، وزن الغلادة 26 غرام 390، 26 غرام 390، والسوار 12 غرام 820. طبعا ما ادري يتوضح هنا، خلي اشوفكم هذا. شوفوا لي هذا بيرزاتشي، باعوا لي اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين. هذا السوار العفو وزنه 34 غرام و 590، سعره 1,870,000، 1,870,000. شوفوا كلش حلو، والكارتير ما يروح موديله. دولي نفس الشيء بس باوزان مختلفة. العقد وزنه 31 غرام 810، 31 غرام 810، الاسوار 15 غرام 370، 15 غرام 370. شوفوا لي هذه الاساور الليرات، هذا وهذا موديلين، هذا الزنجيل الكعب وهذا الكارتير، واثنيناتهم كلش حلوات، باعوا لي اياهم. اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين. هذا الزنجيل الكعب 16 غرام و 400، سعره 1,360,000، 1,360,000. وهذا الكارتير والليرات طبعا بداعة، باعوا جنن. هذا وزنه 15 غرام و 800، 15 غرام و 800، سعره 15 غرام و 800، 1,310,000، 1,310,000. القلادة القلادة
القلادة أم الليرات سعرها 6,310,000 دزونا على صفحة حتى نعطيكم صورها واضحة. المكان حاليا دنبث من شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم. شوفكم دولي الاسوارات الرولكس. زين باللبس اكثر مره. هذا وزنه 27 غرام 910، 27 غرام 910. اي سوي له سكرين. هذا ايضا نازك وكلش حلو، وزنه 12 غرام و420، 12 غرام و420. عمري مسما فدوى الوجهك. شوفوا لي هذه القلادة ليرات، باعوها. هذا زنجيلي يسموه اعتقد موس مهيمن. هذه وزنها طبعا شكلها كلش حلو، وزنها مناسب 12 غرام و230، سعرها 1,015,000. هذول التراشي طبعا الحجر مطروح، وزنهم 9 غرامات و620، 9 غرامات و620. باعوا هذه القلادة كلش حلو موديلها، خيار 21، باعوا لي اياها. هذه وزنها 35 غرام و380، 35 غرام و380، سعرها 1,935,000، 1,935,000. اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين. نذكركم باسعار الذهب 375 حاليا، والعنوان بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، حاليا دنبث من مول النخيل ضياء الطائي. زين طبعا صرت سيد الخوات. شوفوا هذا المحبس تبت وين. هذا المحبس طبعا الشدر مطروح اكيد، وزنه 7 غرامات و280، 7 غرامات و280. شوفوا هذا الخاتم، ثلاثة غرامات وستمية وسبعين، 3 غرامات و670. شوفوا لي دولي البتوت كلش فخمات يعني بداعة. شنو؟ الكلبشات وزنهم 48 غرام و400، سعرهم 4,020,000، 4,020,000. وإذا تريدون بس وحدة همينة مو مشكلة عادي، دزونا على الصفحة ونعطيكم تفاصيلهم. شوفوا لي ذولي ها؟ أيدي الليرات، الكلبشة الليرات شوفوا ليها، وزنها 48 غرام و400، سعرهم باعوا ليها 4,020,000، 4,020,000. شوفوا لي دولي توت ثلاثة كلش حلوات، دولي وزنهم 59 غرام و60 ملغرام، 59 غرام و60 ملغرام، سعرهم 4,900,000،
4,900,000 بس يستاهلون طبعا. شوفوهم لقيت سعر الزنجير اللي بروبتش حبيبي. هذا رباط وزنه 98 غرام 340، 98 غرام و340، سعره 8,160,000، 8,160,000. شاهد جتكم البتوت مال اليوم شوفوا لي الكمية مال بتوت هسا اعرضها كلها كل هذه الكبدانة العين شالات. هذه وزنها 3 غرامات و300، 3 غرامات و300. خلي عرض الصباح نوريهم بوجودكم عيني. المثقال 375. دولي موديلات الصباح اللي دائما تسألون عنهم. ليش ناسكة؟ طبعا هذه وزنها 6 غرامات و910، 6 غرامات و910. شوفوا لي هذول الشالات. دورهم سكرين. شوفوهم. شوفوا هذا القاردون البداعة. باعوا لي. هذا موجود هذا الطويل وموجود الأقصر منه. شوفوا لي. كلش حلو. خذوا له سكرين. متوفر خليل الزهير. متوفر محابس رجالي. هسه نشوفك عيني. هذا القاردون وزنه 75 غرام و190، سعره 6,240,000، 6,240,000. هذه ايضا سحاب الليرات. حبيبي يا قياس انت تريدين دزينا وننطيك عمرك. وزن هذه السبحة 11 غرام و260، 11 غرام و260. واخيرا وليس اخرا شوفوا هذه وزنها 7 غرامات 370، 7 غرامات و370. تراتشي حبيبي التراتشي وزنهم 6 غرامات و430، 6 غرامات و430. دولي عرضتهم سعرهم 530، 530. عمري هذه البتوت شوفيهم فصول الأربعة قلبي. شوفيهم وزنهم 73 غرام و280، 73 غرام و280، سعرهم 6,085,000. شوفوا هذا الشال همينه. شوفوا التفاصيل مالته كلش حلوة. ليرة باعوا هذه كلش حلوة. ريشة ذهب أبيض ذهب أصفر باعوها. تفاصيله تجنن يعني. هذا وزنه 66 غرام و600، سعره 5,525,000، 5,525,000. شوف هذا السوار يوسف فتحنا المحابس الرجاء هاي كلش حلو. وزنه 14 غرام و160، 14 غرام و160. نعم.
لابسته لا تقصدين الرباط فوزنه 98 غرام و340 سعره 8 ملايين و160 8 ملايين و160 هذا السوار هذا لام الحضارة مع العراق كله الملوية آثار بابل كله وزنه 14 غرام 680 14 غرام 680 للي طلبوا محابس رجالي شوفوا لي هذا فيرزاتشي كلش فخم يعني المثقال 375 شوفوا لي هذا وزنه 11 غرام و 320 سعره 940 940 وهذا الثاني شوفوا تفاصيله هذا وزنه 11 غرام و 40 ملي غرام سعره 915 915 هذا همينه باوليا رولكس يجنن يعني وزنه 16 غرام 16 غرام سعره 1,330,000 1,330,000 سوار الحضارات ايش قد سعره هو وزنه 14 غرام 680 وسعره 1,220,000 1,220,000 أم محمد اكو توصيل متوفر توصيل كل المحافظات المحافظات 15 وداخل بغداد 10 المثقال 375 هذه القلادة ايش قد سعر الشباح اللي لابستها طبعا هذه القلادة اكثر شيء يحبوها الاطفال اللي يشاركون براقصات البالية ميداليتها هالشكل آلة القانون وزنها 6 غرامات و730 6 غرامات و730 خلينا نعطي سعرها 560 سعرها 560 الشباحة اللي لابستها وزنها 26 غرام و850 26 غرام و850 سعرها 1,230,000 1,230,000 للي سألوا على الكلبشات طبعا هي مو سوارات كلبشات اكو سوارات ليرات شوفوهم هذولي سعرهم 4,020,000 4,020,000 شوفوا لي هذا الطقم باعوا الفخامة مالته اخذوا له سكرين كلش بديع يعني اكو هواي ديزاينات شوفوا لي هذا الديزاين همينه فيرزاتشي جنن اخذوا لهم سكرين ونعطيكم التفاصيل كامله ذولي ملاوي اطفال نوعهم كلكته وزن كل واحد بهم 14 غرام 210 14 غرام 210 يسألون هواية على الكلبشات
الكلبشات هذولي اخذوا لهم سكرين، سعرهم 4,020,000، 4,020,000. وعادي اذا تريدون وحده همينا ماكو مشكله، باعوهم واضح، باعوا النزلات مالتهم كلش حلوه. شوف موديل هذا البتوت، وزنهم 58 غرام و 260، 58 غرام و 260. باعوا لي هذي شباحي جنن عيار 21 كلكتة، هذي وزنها 35 غرام و 740، 35 غرام و 740، سعرها 1,965,000، 1,965,000. اكو توصيل محافظة واسط، متوفر توصيل لكل المحافظات، محافظات 15 وداخل بغداد 10. ايش قد سعر القلادة اللي لابستها؟ قلادة موليرات لو الرباط؟ لا انتي مو الحجاب. ها هذه القلادة موليرات سعرها 6,310,000، 6,310,000. رهنت لكم اياها محبس. وعليكم السلام. وكلبشات بعد شو تريدون؟ شوفوا لي هذه الشباحي همينة ديزاين لاخ، اي شيء يعجبكم تقول سكرين. انس شنو سؤالك؟ عيني جدا نعتذر لما لحقنا نقرا التعليق. هذه وزنها 19 غرام و600، سعرها 1,625,000، 1,625,000. سعر الكلبشة الوحدة، الكلبشة الوحدة ثواني مهيمن، مهيمن بلا زحمة، الكلبشة الليرة وين هالوحدة؟ مفردة شوفوا لي هذي، خلي أقربها حتى أشوفوها واضح. هذه وزنها 24 غرام و 970، سعرها 1,075,000، 1,075,000. الرباط كم سعره؟ وزنه 98 غرام 340، 98 غرام 340، سعره 8,160,000، 8,160,000. يعني موجود محارب الزنجيل متوفر عيوني، موجود حصيرة وموجود الزنجيل عادي. باعوا، شوفوا لي ذولي كلش حلوات يعني وفخمات ويملون الايد، يعادلون 6 بتوت. باعوهم خذوا لهم سكرين. ذولي وزنهم 53 غرام و 490، سعرهم 4,440,000، 4,440,000. شوفوا لي هذا الشال البتوت، شوفهم كلش حلوات وناعمات. ذولي وزنهم 43 غرام و 940، 43 غرام و 940، سعرهم 3,650,000، 3,650,000.
محبس ليرة لطفا. هذه حبيبي خذي لي سكرين. سعره 535. هاي المحابس الزنجيل طبعا هذا حصيره. انا شوف شعري، انا اسالكم قبل كم يوم قلتوا لي اعرف هذا الزنجيل وهذا الثاني زنجيل، يعني حتى بعد قلتوا لي صور لي تشوف هذا ايضا عرفتي شنو هذا. ايش قد سعر الذهب اليوم؟ 375 حبيبي. سألوا على محابس نسائية للنسوان الكبار. شوف هذا كلش حلو، حجره مطروح. هذا وزنه 13 غرام 60. 13 غرام 60. هذه ايضا رجبيات. عدة موديلات. خذوا سكرين ودزوا لي، واي سؤال او اي وزن اي استفسار تدللون. انا بديت شيء يعني بعدك صار بس ترى هو كل زين. شوفوا لي هذا الخلخال. هذا لكن نعم كم ليرات اليوم؟ ما ادري شو جاني ويا الليرات. اي نفس معايا بس انا عم كلش حلو. هذا وزنه 20 غرام و910. 20 غرام و910. سعره 1,735,000. 1,735,000. الغرام مع الصياغة 83,000. 83,000. نرجع نذكركم بالعناوين. حاليا دنبث من شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم. الذهب 375,000. ونعيد القطع اللي احنا لابسيها تراتي اللي يعني لابستهم اليوم الحلاق. وزنهم 6 غرامات و430. 6 غرامات و430. سعرهم 530. 530 الرباط. وزنه 98 غرام و340. 98 غرام و340. سعره 8,160,000. 8,160,000. شباحي وزنه 26 غرام و850. 26 غرام و850. سعره 1,230,000. 1,230,000. وخاتم خمسة غرامات و880. سعره 490. هسه القطعة اللي اني لابستها قلاد الليرات وهواي سألوا عليها. شوفوها كلش حلوة. وزنها 76 غرام و40 ملغرام. سعرها 6,310,000.